رغم تتويج الجزائر بشهادة القضاء على الملاريا من منظمة الصحة العالمية، غير أن خطر عودة ظهور المرض محلياً يفرض تعزيز إجراءات المراقبة، خاصة بعد تسجيل 2726 حالة ملاريا مستوردة خلال سنة 2020. خلال سنة 2020 تم تسجيل 2726 حالة ملاريا مستوردة. أكدها المخبر المرجعي الوطني للملاريا ما يعد رقما قياسيا، في حين أن كان المتوسط في السنوات الخمس الماضية إلا 700 حالة. هذا يدل على أن الملاريا تشكل تهديدا متكررا مع احتمال عودة ظهورها. سبع ولايات سجلت إصابات خلال 2020، 95% من الإصابات مستوردة من المالي والنيجر. Pour éviter tout cela, il faut prendre des mesures de prévention rigoureuses concernant le malade qu'il faut traiter rapidement, le vecteur dans son environnement, il faut le connaître, il faut chercher et le diagnostiquer et faire le travail de l'élimination par la lutte antivectorielle. الإبقاء على اليقظة وفرض المراقبة الوبائية والحشرية إضافة إلى العلاج المبكر، إجراءات من شأنها تفادي عودة الملاريا بالجزائر.